على سواحل مدينة إزمير التركية، قذفت أمواج البحر هذا جثث مئات اللاجئين الذين غرقوا وهم في طريقهم إلى أوروبا. العشرات منهم مجهولو الهوية، لم يعثر على عائلاتهم أو ما يدل على هويتهم، ولم تعرف حتى أسماؤهم. على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة إزمير، على تلة مقابل تمثال السلام العالمي، تدفن جثث اللاجئين مجهولي الهوية. مقابر بلا اسم أو تاريخ أو شواهد أو حتى زائر، هي مجرد أرقام، كل رقم يحمل قصة لاجئ كان له دافع للمجازفة في البحر وحلم بحياة أفضل. 187 لاجئا انتهت أحلامهم هنا. في هذه المقبرة يدفن اللاجئون الذين غرقوا وتم العثور على جثثهم على سواحل إزمير أو ما حولها. يتم نقلهم إلى المستشفى ويحتفظ بالجثث لبضعة أسابيع. إذا لم يتم إيجاد أقاربهم أو معرفة هوياتهم، يتم منحهم أرقاماً بعد الاحتفاظ بصور جثثهم وفحص الحمض النووي. طبعاً قبل دفنهم أقيم لهم جنازة وأصلي عليهم. ويا أرحم الراحمين، قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا ربي. أشعر بالألم كلما أغسل جثة طفل أو رجل أو امرأة لا يعرف من هم، جاءوا من بعيد هربا من الحرب ليغرقوا في البحر. هذا مؤسف. هدوء المكان وجهل الهوية لم يمحوا صدى صرخات الاستغاثة التي كانت آخر ما ردده هؤلاء اللاجئون الذين انتهت رحلتهم في مقبرة أرقام.